وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية وضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد الشامي، أستاذ ورائد جراحات الأطفال وحديث الولادة جامعة الأزهر والمستشار الطبي لمؤسسة فذكر. وأهلا وسهلا طبعا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذة دعاء، أهلا وسهلا بحضرتك. احنا طبعا في الحلقة النهاردة هنطلق معاه مبادرة كبيرة ومهمة لعلاج التشوهات الخلقية، هتبدأ إن شاء الله من شهر رمضان، شهر الخير، شهر البر، وتكمل معانا بإذن الله بعد رمضان. وطبعا برحب مرة تانية بحضرتك دكتور مصطفى. مرحبا بحضرتك. أهلا مرحبا. احنا بقى ايه عايزين الاول نوضح للناس قبل ما نتكلم على تفاصيل المبادره، ايه هي التشوهات الخلقيه عند الاطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده موجودين مع حضرتك كمستشار طبي لمؤسسه فذكر فقط، مش كدكتور احمد الشامي. أيوة. مركز الدكتور احمد الشامي لجراحه الاطفال. دكتور انت تنورنا على طول، ربنا يخليك طبعا. ربنا يكرمك. احنا في المؤسسه تواصلوا معانا وعايزين نعمل مبادره لعلاج التشوهات الخلقيه في الاطفال. ايوه. المبادرات الطبيه قليله جدا في المؤسسات الخيريه، فاحنا ان كمان نبقى متخصصين. حضرتك احنا هنعمل حمله 100 طفل او مبادره 100 طفل تشوه خلقي، هيتم علاجهم ابتداء من النهارده مش من اول يوم في رمضان، احنا ما قبل رمضان كمان ان شاء الله. احنا جاهزين لاستقبال الحالات النهارده، ومن خلال حضرتك ومن خلال فضيله الدكتور احنا الناس اللي بيشوفونا دلوقتي وعندهم اطفال عندهم تشوهات خلقيه مش قادرين على تحمل نفقات العمليات، احنا بندعم كمؤسسه فذكر، وحضرتك الشق ده حضرتك معانا الدكتور مصطفى هو اللي هيتكلم فيه، انا من الناحيه الطبيه احنا عندنا 100 طفل غير قادرين على تحمل اعباء الماديه للعمليات الجراحيه، ان شاء الله احنا على استعداد كتشوهات خلقيه الاطفال، بعض التشوهات الخلقيه اللي تخصنا كاحمد الشامي كجراحه اطفال، بعض التشوهات الخلقيه للقلب، بعض التشوهات الخلقيه لجراحات العمود الفقري وعوجاج العمود الفقري، كجراحات مخ واعصاب، كجراحات اورام في الاطفال، كل ما هو تشوهات خلقيه في الاطفال احنا ان شاء الله المبادره ديت كمستشار طبي للمؤسسه بنتبنى وندعم الفكره ديت ان شاء الله، ودعواتكم بقى ان شاء الله. فكره هايله يا دكتور، يعني 100 طفل ان شاء الله هنبداهم من شهر رمضان، مش بس التشوهات الخلقيه زي العمليات اللي حضرتك بتعملها اللي هي مثلا الشفه الارنبيه او التفاصيل بالزبط. دي لا آه. كله بقى ان شاء الله في اي عضو من اعضاء الجسم فيه مشكله او تشوه للبيبي لما يتولد نقدر ان احنا نعمله العمليه او ان شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور مصطفى كلمنا اكتر بقى عن المبادره الجميله دي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انا احيي الدكتور الله يبارك فيه، كان صاحب الفكره وصاحب المبادره من البدايه، واحنا بنحط نفسنا على طريق الخير علشان ناخد حسنات معايا، رب يتقبل منا ومنهم هذا العمل. حقيقه ان العمل ده عمل كبير جدا، والمؤسسه هي تعتبر الرائده في هذا الجانب تحديدا، مش هتجدي اي مؤسسه على الساحه الان عندها هذا النوع من المبادرات. النوع ده هو نوع جديد جدا، الفصيل ده هو من الناس اللي موجود دلوقتي مش هيلاقوا، يمكن انا حتى نوهت عن هذا الامر من في الفقره اللي قبل كده، ان مفيش حد يعني هيضع ايده على هذا الجانب تحديدا وهذه الثغره علشان يسدها زي ما بيقولوا في عند الفقراء. ما حد انت عارف حضرتك العمليات ديت بتحتاج فلوس كتير جدا، واعتقد ان الفقير اللي كنا لسه بنتكلم من شويه عايز ازازه زيت ولا عايز كرتونه رمضان ولا عايز كذا ولا عايز كذا، بنقول ان يعني اضعف الايمان ازازه زيت مش هيستطيع انه يروح يدفع الاف مؤلفه علشان خاطر يعمل عمليه زي ديت. ولذلك انا بضم للمبادره بتاع الدكتور، هو بيقول اللي عايز يعمل العمليه، وانا بقول كمان واللي عايز اللي يستطيع انه يقدم يد العون للفقير الام او الاب اللي مش عارف يعمل، مش قادر، ما عندوش المقدره انه يعمل عمليه زي دي لابنه، واحنا فلذات اكبادنا والحاجه اللي بتوجعنا يا رب يعافينا في ابنائنا جميعا، اللي يستطيع انه يقدم يد العون وانه يدخل السرور على قلب هذا الاب او هذه الام يفعل. وكمان في نقطه مهمه جدا، انا كنت مره هناك في المركز وشفت بنفسي حد على العمليه وهي شغاله جدفع، يعني هو حضرتك بيدفع والعمليه شغاله، مش بينتظروا لحد ما حد يدفع ويبتدوا يشتغلوا. ولكن نقول للامانه ان القصه عشان يقوموا ب 100 وبيقولوا بحد ادنى 100 حاله،
طب علشان يقوموا ب 100 حاله بهذه التكلفه كلها تكون صعبه جدا، حتى على المؤسسه هتكون صعبه جدا على الاقل في الوقت الحالي. نحن نحتاج حقيقه من يمد يد العون لهؤلاء ليدخل السرور، يدخل السرور على قلب اب او قلب ام او قلب او يفرح طفل صغير، لان بعضهم دخل في مرحله الادراك مدرك، او وخاصه في مساله التشوهات ما بيعرفش ينطق فيبتدي ينطق بعد ما يعمل العمليه مباشره. بنقول تعالى شوف بنفسك للمصداقيه فقط، ان احنا عايزين يعني عايزين الاخ المتبرع او المساهم يطمئن. اللي يقول اقدر اشيل نص عمليه، اللي يقدر يقول استطيع ان انا يتصل على المؤسسه، هيقولوا له التفاصيل كامله ويقولوا له تستطيع انك انت تساهم، كيفيه المساهمه ازاي. المؤسسه زي ما قلت لحضرتك احنا داخلين على 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 يوم الام، طبعا الام كل الايام للام، الام احنا مش هنقدرها قدرها بيوم واحد، انا دايما بقول الكلام ده، لكن على الاقل نشعر امهاتنا بفرحه الميتات منهم اللي هم عند ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يرحمهن جميعا، والموجودين يا رب يبارك في اعمارهن، ندخل عليهن السرور. طب ندخل عليهن السرور، تخيلي حضرتك لو انا قلت لوالدتي ان في نخله دلوقتي بتتعمل لحضرتك وكل عائد الحسنات عليك وانت عايشه صدقه جاريه. حضرتك انا برضو بأذكر دايما مش لازم يكون الواحد ميت علشان يعمل صدقه جاريه، لا ده بركه الحسنات تعود عليك وعليا واحنا عايشين. فالام لما تفرح بحاجه زي كده، طب الوالده توفيت، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل يبقى علي بعد مماتهما بر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور من ضمنها ان انا اتصدق عنهما مثلا او استغفر لهما. طب تخيلي حضرتك الاب والام هناك لما يوصل لهم هديه في يوم الام او في او 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 في بر للوالدين او لنفسي حتى يوصل لهم شيء من هذا القبيل، كيف تكون الفرحه؟ يعني حضرتك سؤال خطر على البال وحضرتك بتتكلم دلوقتي كصدقه جاريه بتشتغل مكان لا اتفضل يا ناحيه دينيه، ناحيه دينيه خد بال حضرتك كصدقه جاريه، لو انا عندي طفل عنده تشوه خلقي الصدقه الجاريه المقصود بها انها مستمره لفتره معينه من السنين. انا لو عملت طفل النهارده عنده تشوه خلقي مولود بدون فتحه شرج وهيبقى عنده عاهه مستديمه وهتبقى عنده الكلام هذاك، لو انا عملت له النهارده العمليه بفلوس الصدقه الجاريه دي والطفل ده هيقعد ربنا الى ما شاء الله من العمر كاتب له 50 سنه 70 سنه 80 سنه، فانت قاعد 80 سنه بلغه حضرتك النخله هتجيب لمده 70 سنه، ما هو الطفل ده برضه هيبقى قاعد المريض اللي انت عملت له عمليه ده تشوه خلقه او ورم او خبيث او خلافه قاعد عاش 70 سنه، ما هو حضرتك طول ما هو عايش سواء كان بيصلي سواء كان بيعمل خير او ما بيعملش خير بيتنفس عايش وبيتنفس اعتقد ده في جزء كبير من الصدقه الجاريه. يعني هو الطفل انت حيات بني ادم كنت روح. سبب حيات روح، والطفل موجود قدامك على الارض عايش 70 سنه 50 سنه 60 سنه الله اعلم عمره قد ايه، في خلال ال 70 سنه طول ما هو عايش وعايش كويس اعتقد انت بتاخد ثواب الصدقه الجاريه. نعم هذا على بالي ما اعرفش معنى الناحيه الدينيه معنى يعني. جريانها أي, اي اي ان يجري عليه الخير ويجري عليك الحسنات باستمرار. هذا جانب من جوانب الصدقه الجاريه. يكفي ان تعلم يا اخي الحبيب احنا عندنا قاعده عريضه في الدين، في القرآن هل جزاء الإحسان للإحسان، وفي الفقه الجزاء من جنس العمل اللي بيعالج. ولذلك بعض إخواننا كانوا يسألوني في اللقاء قبل كده، طب حضرتك الأخت اللي يعني كانت في واحدة وجهها محروق، طب هنعمل لها عملية تجميل، طب إيه الصدقة في كده؟ فقلت له الأخت اللي قاعدة في البيت بتتجمل لزوجها، وهذا وقلت لهم حتى وقتها حطوا تحتها 100,000 شرط تتجمل لزوجها ونحو ذلك، أنت بتتجملي ربنا هيعافيك من مثل مصير الأخت دهيت لما تعالجيها، هذه صدقة عليها لما الناس ما تتقززش منها، هذه صدقة عليها دائمة وجارية عليها طيلة حياتها. من هذا النوع ما ذكره الدكتور، يا رب يتقبل منا ومنك. نعم. طيب بالنسبة بقى للمبادرة، الناس اللي عندهم سواء الناس اللي عايزين يتبرعوا للمبادرة أو الناس اللي عندهم أطفال عايزينهم عندهم مشاكل تشوهات خلقية عايزينهم ينضموا للمبادرة يعملوا إيه يا دكتور؟ أعتقد حضرتك إحنا أرقام المؤسسة هتبقى موجودة، هيتم التواصل مع المؤسسة فريق عمل كامل بخاص بالشؤون الطبية أو بمبادرة التشوهات الخلقية، سواء كان استقبال الحالات حضرتك كل حالة من دي بيبقى لها ملف. أيوه. الطفل حضرتك بابا ومامته ممكن يبعتوا لنا على الواتس على الأرقام اللي موجودة، أو حضرتك يتفضلوا يجونا وجها لوجه في المؤسسة يقدموا الفايل بتاعهم. احنا عندنا لجنة طبية مكونة من الدكتور أحمد الشامي وبعض التخصصات الأخرى سواء كان مخ وأعصاب سواء كان تجميل كمسالك بولية كأورام، بيتم فحص الحالة ووضع تقرير الحالة دي هتتعمل فين وإمتى وبكام. ده كإيه حضرتك لما يبقى في طفل عاوز
يحتاج عمليه. حضرتك متبرع، حضرتك ارقام المؤسسه موجوده قدام حضراتكم، ويتواصلوا مع فريق العمل، وكل الوسائل للتبرع اعتقد انها موجوده على الشاشه يعني. ودكتور مصطفى، احنا قلنا بقى انه 100 طفل هتبدا المبادره دي من اول رمضان. نعم، من بدايه رمضان ان شاء الله يبقى 100 طفل. ده احنا بنقول بحد ادنى، احنا عايزين الموضوع يكون اكبر من كده. لو في فرصه يكون اكثر من ذلك. وخليني اكد الاستاذه على نقطه مهمه جدا، وهي ان احنا عندنا جانبين. احنا بنقول اللي يتصل علينا اللي عنده حاله، ويتصل علينا اللي يستطيع انه يشيل حاله من الحالات، من الطرفين. ايوه، اللي عنده حاله ولا يستطيع علاجها يعني امكانيات لا تسمح. انا عايز بس نقطه مهمه، ان احنا اوريدي عندنا حالات موجوده. نعم، وبنعملها عمليات. ايوه طبعا، يعني احنا عندنا اوريدي في حالات موجوده وكلام من ده. زائد النقطة، احنا ما جبناش سيرة التشوهات الحقيقية. في بعض الأطفال بيبقى حضانات، وعارفة حضرتك مشكلة الحضانات طبعًا في مصر. طبعا، يعني للأسف ما فيش حضانات، ونهار ما بتلاقي حضانة الحضانة عشان أحط الطفل اللي مولود بدون فتق في الحجاب الحاجز، أو عنده فتق في الحجاب الحاجز، ويقعد على جهاز تنفس صناعي اليوم في المستشفى بكام جنيه، بكام ألف جنيه. حضرتك الطفل بيقول لك خلاص سيبه يموت، أنا هعمل له إيه؟ سبحان الله. للأسف بتوصل في بعض الأوقات إن الأب والأم يقول لك طب أنا هعمل إيه؟ ما معيش فلوس. فأنت كمؤسسة حضرتك بتحط الطفل في حضانة وعلى جهاز تنفس صناعي، وبتجري العملية. عشان كده دايما تبقى الفاتورة عالية شوية في موضوع الحضانات وأجهزة التنفس الصناعي في الأطفال المبتسرين وحديث الولادة. عشان كده المبادرة دي لكل مشاهدينا، المبادرة دي مهمة جدا، إنه ننقذ. إحنا البداية ب 100 طفل من أول رمضان، ننقذ 100 طفل ونفرح 100 أسرة إن شاء الله بالمبادرة الجميلة دي، طبعا بتعاونكم معانا ومع مؤسسة فذكر. وربنا يكرمكم، وبشكركم جدا في نهاية الحلقة. شكرا، ربنا يوفقكم يا رب. وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.